وهذا ما لاحظناه أيضا فيما يتعلق بالشكاوي. كنا قد تحدثنا في الرسائل السابقة أنه كان في أيضا فقط يعني إشكال بسيط يتعلق بإطلاق نار، ولكن ما دخلوا بالعملية الانتخابات كان بسبب طريق عكس السير، ولكن الشكاوي كانت من قبل يعني الماكينات الانتخابية لأحد المرشحين اللي قال أنه ما قدروا يحصلوا على التصاريح اللي كتير إله الجلاد اليوم. سوسن واضح فينا نكمل إليه مش عم نحكي؟ أنا مش ممكن أترككم اليوم يعني جلدتهم من جلد. فما كان إمكانهم الحصول على تصاريح. عند سؤال على الموضوع منهم قال أنه تأخروا بتقديم هذه التصاريح وبالتالي ما كان بالإمكان أنه يحصلوا عليها اليوم. فيما يتعلق بال يعني الجولات السياسية يعني فقط هو النائب سمير الجسر أيضا المرشح مصباح الأحدب قام منذ بعض الوقت بجولة في مراكز الاقتراع. يعني نتوقع وصول في يعني هذه الساعة المقبلة وصول وزيرة الداخلية ريا الحسن للقيام بجولة بمراكز الاقتراع وأيضا القيام بتصريح بمحافظة طرابلس. يعني مثل ما عم نشوف هي عجقة ماكينات انتخابية سوسن، أكثر ما فينا نقول هي عجقة مقترعين. يعني 2% بعد ما وصلنا هون بالانتخابات ووصلنا تقريبا أربع ساعات بلشنا بهيدي الانتخابات، أربع ساعات فقط هي لافت أيضا ماكينة تيار العزم سوسن من الست الصبح وهن موجودين أمام مراكز الاقتراع، وأيضا تيار المستقبل الماكينة هي جدا نشطة لأنه بيعتبروا المعركة هي معركتهم فيما يتعلق بمرشحتهم ديما الجمالي. يعني هيدي هي الأجواء حاليا يعني مدينة طرابلس سوسن. فينا نقول هدوء تام، حركة بطيئة وبالتالي هلأ حنكون طبعا يعني إن رسائل معك خلال النهار، بس حاولي تتخلصي من إلي بالرسائل اللاحقة. شكرا لك رشا زين هاشم، كنت معنا مباشرة من طرابلس. عودة لك أستاذ رشاد، يعني واضح أنه هيك في تحضير وفي ثقل كبير نزل لتيار المستقبل في توجه لرئيس عبد الحريري إلى طرابلس. أحمد الحريري.